وجعك حدر الضلع ونساه بطن الدلة ياهو اللي يدربيه محروق المفتوقات بالك تدربيه الناس ناسك مو شبرة وخيط للمفتوق جن المام حسب الهن ولا عالبال وطح الطيحة الغيبة بديرة كلها حلو كل الهلا بيكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة الطليعة الفضائية طاب مساءكم وهذه حلقة جديدة من برنامج رسائل ضيفي لهذه الحلقة شاعر مبدع جدا رغم كثرة الشعراء على أنه استطاع أن يترك بصمة في الوسط الشعري من مدينة لطالما أنجبت الكبار من العلماء والأدباء من النجف الأشرف نرحب أجمل الترحيب بالمبدع زمن البارود حياك الله يا زمن الله يحييك سيدنا كل الترحيب حضرتك تحية طيبة لقناة الطليعة وتحية طيبة لبرنامج رسائل شكرا لهذا الكادر الجميل شكرا للدعوة الجميلة تحية حب للجمهور جمهور برنامج رسائل إن شاء الله يستمتع بهذه الحلقة وتكون حلقة حبيب. مثمرة يا حبيبي سيدنا شكرا لك أخرت عليك كل شيء لا يا حبيبي في دول عمرك أنا مستمتع بضيوفك اللي تقدمهم مبدع تلو الآخر في دول عمرك سيدنا زمن البارودي الآن أنت مطلع على الوسط الوسط الآن كثرة الشعراء هذا الزخم الهائل من القصائد والشعراء اليوم الشاعر صعب أن يترك بصمة أكيد. أن يصل إلى الناس أكيد. اليوم زمن البارودي شلون قدر يوصل إلى الناس سيدنا أنا ما أريد أتكلم عن نفسي هواي على مود لا تأخذ علي أنا مو شاعر صدفة ولا يعني بعد ما أريد أحكي بهاي القضايا أنا تعبت على نفسي يعني من أقول لك تعبت يعني أنا إحنا واصلين لمرحلة سنة 2012 رغم الظروف البيئة نشيل المنصة بالسيارة ونوديها من منتدى إلى آخر إحنا واصلين إلى مرحلة سنة 2014 نبيع موبايلاتنا على مود سواء ماسي على مود شعارات تقرأ مو إحنا نقرأ فإحنا تعبنا بالبداية تعبنا والحمد لله والشكر انه قدرت احصل ثمرة هذا التعب واليوم اذا عندي فد 50 من الناس يحبوني هذا شيء يزيدني فخر واتشرف بهم واتمنى اقدم لهم كل ما هو جميل يا سنة يا سنة كتبت اني هي الكتابة تختلف عن القراءة البداية الفعلية 2012 كانت بداية فعلية وشاركت بمسابقة شعر عراقية وقرأت مهرجان اكثر من محافظة ويعني 2012 كانت هي البداية الفعلية 2012 الى الآن أي. الآن زمن البارودي يالله الناس يعني عرفت زمن وصلت قصائده هاي الفترة وين كان زمن البارودي موجود متواجد يعني أنا ما مختفي عن الساحة نهائيا يعني من 2012 لحد 2018 إذا أجي أستدرج لك إياها بكل سنة أنا عندي أكثر من مهرجان محافظات بكل سنة عندي برنامج موجود يعني متواجد بكل هاي السنين المرات موقعك بالنسبة لك كشاعر لك ارتباط بالاتحاد؟ لا لا ما عندي ارتباطات نهائيا ما عندي ارتباطات نهائيا اكو اسباب يعني الاسباب كثيره انا سولفت عنها باكثر من برنامج فما اريدها تاخذ من وقت حلقتي واسولف بها خلينا نستل الحلقه بقصيده على ذاك الله يخليك سيدنا اصابعي وظفايركم اي اغاني وفي زلفكم كاس عتب حار ورجيف الدم ورا القمصان حالات الليل حالات الليل من شفت القلايدكم السكوت اول خدر ينشل الله السكوت الله. السكوت اول خدر ينشل ورا القمصان مو انا طفل غاف برجيف الدم الشجر من يخجل من الريح يذوب ورقة ورقة يطيح الستاير من تبيع النوم للظلمة وتصير التراتشف والضحك والشوف لون أحمر معناها السهر غين ورا القمصان ورا القمصان ثورة شن لو شر عطركم على شفاف الريح لا يفهم ندى المستانس ويا الياس جاء
كان استغفر الله بنظرة التفاح وجر رمانكم آدم. بخصلات السهر أعزف سمع للطين وطير من الجفل للطيف باخر بوسة من تخفون أبوق اللذة المسجون. الله باخر باخر بوسة من تخفون أبوق اللذة المسجون. خلاني السفر والليل أكره فتحة البيبان البلبل لو حلم بالتين يكره كل ضوى البستان. جو ضوعكم دنيا وبياض بكل مطر ينباس وبخصركم بلل الطولي وقمت من نشهق جفوف أجر بيها النفس والناس. الله جو ضوعكم دنيا دنيا وبياض بكل مطر ينباس وبخصركم بلل الطولي وقمت من نشهق جفوف أجر بيها النفس والناس. مشت بي السنين وجوه ولو ما بيكم أتبدى وصير إنسان كل ساعة اشتهي لمتون. الله مشت مشت بي السنين وجوه ولو ما بيكم أتبدى وصير إنسان كل ساعة اشتهي لمتون. أمس كل النهار باق قلت لهم الشجرة ملوحة العشاق قالوا لي العطش يندل. الله أمس كل النهار مباق قلت لهم الشجرة بلوحة العشاق قالوا لي العطش يندل وقالوا لي إش بعد للروح قلت لهم نفس وذبل. قالوا لي إش بعد للروح قلت لهم نفس وذبل وقريت الناس مثل الماء أنتم والنهر تسيارة القمرة من حررت الزرارات لقيت شقد حياة بختلة الريحان. الله قريت الماي قريت الماي مثل الناس أنتم والنهر تسيارة القمرة من حررت الزرارات لقيت شقد حياة بختلة الريحان ولقيت الموت يمكم غير إذا عجرف ماك عيون ياخذ راحته الغرقان. الله لقيت الموت يمكم غير إذا عجرف ماك عيون ياخذ راحته الغرقان. أخاف أرجع جرح والجم مواعيدي لمون دفم للآه ومشون على كل شريان. إش حلات العشرة من نزلوفكم لليل. الله إش حلات العشرة من نزلوفكم لليل وحلات الليل حلات الليل من يخلص ورا القمصان. وسلامتكم سيدي. الله 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 يعزك مولاي. 70% قصائد زمن البارودة غزل. سيدنا أني في دائرة الغزل حتى إذا ما أقدر أعيش بحياتي الواقعية أرجع أعيش بقصائدي. من أكتب غزل هو كل شاعر أكيد ولا طريقته، فهذه طريقتي بالكتابة. يعني خيال لو واقع. والله خيال أكثر مما هو واقع. صدقني واقعي يختلف عن قصائدي يعني مش أقول لك. بس قلت لك يعني إذا ما أقدر أعيش بالحياة أرجع أعيش بقصائدي. قصيدتي إن شاء الله. قصيدتي أكتبها على مود أعيش بيها. خلينا ننتقل إلى فقرة التواصل الاجتماعي ونشوف المخرج. شنو محضرنا؟ يشرفنا سيدنا مصطفى خالد. السلام عليكم، طبعا كل الحب للبرنامج وللشاعر المبدع زمن البارودي. تحياتنا لك. سؤالي له لقاء مع احد البرامج وقال انا اكتب الشعر لقسم من شعراء النجف من اجل صيت المحافظه بالشعر الشعبي، هل هو يعتقد هذا الشيء صحيح؟ حسب رأي الجمهور غلط، لان ينطلب قصائد كثيره من الغير شاعر اللي هو باسمك صار شاعر، بهاي الحالة يتدمر. هذا الكلام إذا وصل بزودك مو بزودة. أتمنى وصل سؤالي وشكرا. شكرا لتواجدك يا مصطفى خالد. شكرا لك يا مصطفى. بعدني على قراري. في وقتها كان الموضوع صح لكن الآن الموضوع غلط. وأنا ذكرت أنه في وقتها كان الموضوع صح وما غلطان. هذه وجهة نظري
ووجهة نظر الجمهور تبقى على راسي وأكيد أحترم وجهة نظرهم. متندم على كتابتك القصائد؟ لا ما متندم. تشوفها إذن شلون غلط وشلون؟ أنا في وقتها سيد المواضيع قلت لك كثيرة. يعني ليش تأخذ من وقت حلقتي؟ وهذه سولفت فيها بأكثر من لقاء صدقني، ولا يرجعون اللقاءات راح يلقون رأيي. نتجنب هذا السؤال، ننتقل للسؤال اللي بعد. فاضل كاظم، السلام عليكم، أنا فاضل من النجف. طبعا كل الحب والتوفيق، شكرا على اختيارك للشاعر زمن البارودي. شكرا سيد علي. زمن البارودي، إذا خيروك أفضل شاعر شاب نجفي شنو جوابك؟ هل أكو ظلم لبقية إخوانك الشعراء؟ وشكرا كل الحب والتوفيق. حياك الله يا فاضل كاظم، شكرا لتواجدك. الله يحييك، والله الود كلهم بهم بركة، وما نقدر نفضل واحد على واحد، كل من يكتب بطريقته وكل من الناس اللي تحبه. أكو أسماء الهميزة يعني. هو أكيد أكو أسماء الهميزة، بس من نذكرها راح تزعل باقي الأسماء. كل ولد حلوين، وتحياتنا للكل. ننتقل للسؤال اللي بعد. جعفر رشيد، السلام عليكم سيد علي. عليكم السلام. زمن من الشعراء المهمين الآن، وراح تكون حلقة موفقة إن شاء الله. ما مشكلتك مع شعراء الكوفة؟ مجموعة من شعراء الكوفة تصرح زمن لو لم يكن ضرير لما حصل على هذا الكم الهائل من الجمهور. شكرا لك يا جعفر رشيد. هذا آسف سيدنا، اليوم أنا راح أضغط عليك شوية. أنا أريدك سريع. هذا لا هذا السؤال نسأل وجاوبت عليه. نسأل في حلقة من الحلقات جاوبت عليه. ماكو هيك شيء أكيد، هم ما يمثلون شعراء الكوفة أصدقائي. وإذا انثار هذا الكلام فانثار من ناس سطحيين جدا وما يمثلون شعراء. هذا الشيء هو موجود أو ما موجود؟ انثار في فترة. انثار في فترة من فترات. ذائقة الشعراء. لا مو شعراء، لا من ذائقة، وذائقة سطحيين جدا ما يمثلون شعراء الكوفة. شعراء الكوفة أصدقائي، وأكل لهم كل الاحترام وتحياتنا لهم جميعا. وماكو إحنا قضية إنه كوفة ونجف، إحنا مدينة واحدة كلها تصب في مصلحة الشعر النجفي. شكرا لك يا جعفر رشيد. ننتقل للسؤال بعد. هذا السؤال وصلني خاص. عندما عاد زمن البارودي للنجف بعد خسارته في برنامج شاعر العراقية، لم يقيم شعراء النجف أي مهرجان احتفاء له، ولم يقدم أي شاعر بطاقة شكر للشاعر زمن البارودي، هل هو حقد أو ماذا؟ وإضافة لذلك، اتخذ قرار زمن بعدم الحضور إلى أي مهرجان يقيم في النجف، مع بالغ احترامي لحضرتك. شكرا لتواجدك إن شاء الله بالبرنامج. هذا شيء عمرك مهم هذا السؤال. خلينا نطرق أول لرؤوس أقلام المسابقة ونرجع الجوابات. خوش أسألك عن المسابقة؟ المسابقة. المسابقة. مسابقة شعر العراقية، مسابقة قامت شعر العراقية لسنة 2018 منصفة جدا. نعم. مسابقة أضافت إعلامية إلية. نعم. اضافه جمهور الى اذا مو جمهور، وانما اضافه اصدقاء الى اصدقائي، اضافه مشاهدين الى مشاهديني. خذت الاول عن نجفاني. نعم. من خذت الاول ما حد شكرني ولا حد قدم انه شكر انه زمن اخذ الاول. طبعا جميع المحافظات كل من احتفى بالشاعر، كل من احتفى بشاعر اكيد. المسابقه استمرت. اسولف لك عن المسابقه، اكمل لك السؤال عن المسابقه لو على جوابي. لا خلينا نحسب ان المسابقه وصلت، انه ما دام المسابقه اي المسابقه. جوابك لهذا السؤال. ها جواب لهذا السؤال. جواب لهذا السؤال، اليوم كل مدينه من تحتفي بشاعر هي ما محتفيه بالشاعر لذاته، محتفيه للشاعر بما قدمه باسم مدينته. نعم. فالنجف اذا احتفت بزمن البارودي ما تحتفي لزمن البارودي، راح تحتفي بالشعر النجفي فعلا. فهذا الشيء راجع لهم، اذا احتفوا ام ما احتفوا انا هذا الشيء ما يهمني. انا مشاريعي ومخططاتي للمستقبل اهم من الاحتفاء. فاذا اليوم مثلت النجف يعني هذا الشيء راجع لهم. هذا الشيء راجع لهم سيد، قدمت اللي علي. اكو اسباب، انت لازم تعرف الاسباب. ما اعرف الاسباب صدقني، اتمنى واحد يقول الاسباب. انا شوف سيدنا، انتقلت مرحلتين. نعم. وقدمت الشيء اللي يليق بمدينتي واللي يليق باسمي، وهذا الشيء اكو هواي يشهدوا لو بإشادة من الجميع. انا ما اسولف عن نفسي، كنت كلش مقرب من اللجنه ومن الاداره، حبوني وحبوا اللي اقدمه. فمن رجعت ومن بالمرحله الاخيره طبعا قدمت قلت لك الشيء اللي يليق بالمدينه. من رجعت ما لقيت المدينة أنه محتفية بزمن أو فرحانة بزمن، كأن لا شيء لم يكن. فقلت لك سيدنا صدقني صدقني هذا الشيء ما يهمني. زمن البارود أنا على اطلاع أنه أنت في السابق تحارب زمن البارود بالوسط جدا تحارب. هاي المحاربة لا زالت مع زمن البارودي؟ والله أنا تحس أنه أنا هسه سيدنا بمعزل عن كل هذه القضايا صدق.
وسالتني بالبدايه قلت لي مرتبط؟ ما مرتبط لا بالاتحاد ولا بمنتدى ولا باي مؤسسه شعريه بالنجف او خارج النجف. انا بمعزل، وهذا الاعتزال يعني بيني وبين نفسي انه اكتب، ان حصل برنامج قريت، ان حصل مهرجان قريت، ان ما حصل نزلت على صفحتي. انت الان معتزل بالقراءه بالمهرجانات بالنجف؟ لا بسبب لا, لا 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 ما انا اشوف المهرجان الناجح اتعنى له لو يكون في اخر العراق، والمهرجان الفاشل ما اقرب لو كان بباب بيتنا. اي تماما. ان شاء الله تكون مقنع. الله يخليك سيدنا. حي دار السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، تحياتي لك ولضيفك المبدع. بس عندي سؤال، اكو خلاف قديم بين زمن البارودي وماجد جزار، وبلا زحمة نريد قصيدة الفرقة نار. حياك الله يا حيدر. مستحيل ماكو شيء. لا ما عندي خلاف اي شخص، انا مشتبه ما ادري السؤال ما ادري. شكرا لتواجدك يا حيدر. ننتقل للسؤال هذا. الوقت داهمنا. الصورة بينك انت زمن البارودي ومصطفى الجصاص. الله ان شاء الله يديم الاخوة. الله يخليك. شنو تعني لك؟ مصطفى الجصاص طبعا اكثر من اخ، كلمه اخ ما تكفي، كلمه صديق ما تكفي. من اقول مصطفى الجصاص هو زمن البارودي لا ما تكفي، الامارات انا احيانا اكره نفسي في بعض القضايا. مصطفى الجصاص مرافقني بكل مسيرتي، باي برنامج تلقى مصطفى الجصاص وياي، تحياتي الى يوم هو خلف الكواليس. تحياتنا. باي مهرجان تلقي مصطفى الجصاص وياي. انا وصلت لمرحله من يخابرون على مهرجان اقول لا تخابرني، خابر مصطفى. إذا مصطفى فارغ أنا أروح المهرجان، لأن أحس المهرجان ما بيطعم إذا مو مصطفى وياي ولا البرنامج. مصطفى الجصاص سيد جوز الناس ما يدرون، قسمه بالحسين. مصطفى الجصاص يوصل لمرحلة يعوف شغله يسد محله لمدة 3 أيام في سبيل زمن البارودي، ويقطع رزقه في زمن البارودي. فهذا يعني ما يعني شو بدي اسولف، تعجز الكلمه. يا رب ان شاء الله يديم هاي الاخوه ان شاء الله. تحياتي لمصطفى، تحياتي لمصطفى بالصوره، تحياتي لمصطفى خلف الكواليس. تحياتنا اهلا وسهلا اليوم خلف الكواليس. حل علينا ضيف. قبل لا ناخذ فاصل خلينا ناخذ قصيده. قصيده اخر نص، يعني نص جديد. نتشرف ان تقرا في البرنامج. الله يخليك. شكرا للدمع خلاكم ببالي. أو شجركم منبطيت هواي فيالي، قد ما أنتظركم خاطر تمرون عرفوا بيتكم من حنية خيالي. الله. شكرا للدمع خلاكم ببالي. أو شجركم منبطيت هواي فيالي، قد ما أنتظركم خاطر تمرون عرفوا بيتكم من حنية خيالي. رايح راد يلعب بالزلوف الريح، وانا رايح وراد الريح ينعاني. بكيت لكم لحد تلمس الحيطان. لا يحكم ولا قانع سلالي، اقلب بالصور وشوشت البروح. الله. بكيت لكم لحد تلمس الحيطان. لا يحكم ولا قانع سلالي، أقلب بالصور وشوشت البروح. عرفت الموت من تفارق أشوالي. أقلب بالصور وشوشت البروح. عرفت الموت من تفارق أشوالي، وهذن حروفكم بشفاف مرسومات، أورث والجقارة تقول هنيالي. عينك الله. أورث والجقارة تقول هنيالي، أورث والسهر يتغنى بالدخان. قالوا بيحهم قلت النفس غالي. أنتم والسما والباقي مولوني، صرت لكم نجم خاطر تحسبوني. وقلت لكم الدمع المات نقع الليل طيح، شوفتوا ما حطها بعيوني. انتم والسما والباقي مولوني، وصرت لكم نجم خاطر تحسبوني. وقلت لكم الدمع المات نقع الليل طيح، شوفتوا ما حطها بعيوني. صعدت وشاورتكم ترى الغيم يطيح. الله. ترى الغيم يطير. الله. قلتولوا بعد صعدت وشاورتكم
ترى الغيم يطيح، ترى الغيم يطيح. قلتوا له بعد قلت لكم امتوني شلتكم والخلق حسبالهم تابوت، اشر خطواتكم كل ما يسالوني ترى الغيم يطيح. اي والله صدق والله يطيح. قلتوا له بعد قلتوا له بعد قلت لكم امتوني شلتكم والخلق حسبالهم تابوت، اشر خطواتكم كل ما يسالوني احبكم والهوى الجرت الطلاع الروح. كل هذا وتحبهم؟ اي والله احبكم احبكم والهوى الجرت الطلاع الروح. اميز طيفكم من حظمة جفوني، وين شفافكم بدون ما يرماد، بس كحلة على خدكم لا تبدون. الله اطوف ثيابكم حتى اخلص من الليل، احبكم والهوى الجرت الطلاع الروح. الله والهوى الجرت الطلاع الروح. اميز طيفكم من حظمة جفون، وين شفافكم بدون ما يرماد، بس كحلة على خدكم لا تبدون. أطوف ثيابكم حتى اخلصوا من الليل، واحكيكم وجع والناس يبكون. الله أطوف ثيابكم حتى اخلصوا من الليل، واحكيكم وجع والناس يبكون. بعدني بلا خشب من ضحكة البيضاء، بعدني بلا خشب من ضحكة البيبان، شا غير اندفن والدور تنسوني. عمرك طويل. بعدني بلا خشب من ضحكة البيبان، شا غير اندفن والدور تنسوني. من يخلص ضواكم والاحلام تتيه، وي كل دمعة تنزل راح تلقوني. الله وي كل دمعة تنزل راح تلقوني. الله الله على جمال روح سيدنا الحبيب. طول عمرك القصيدة حسيتها ملامحك. الله يا طول عمرك سيدنا. الله يخليك. ناخذ فاصل قصير أحبائي المشاهدين، فاصل قصير وراجع لكم. كل الهلا بكم مشاهدينا الكرام، ورجعنا وياكم مع المبدع زمن البارود. حياك الله مرة أخرى. الله يحييك سيدنا الحبيب في دون عمرك. زمن البارود بعيد عن كتابة الأبوذية أو الدارمي. والله سيدنا من ألقي حسن نجم أبو الحديد بالنجف يقول سوادي سيل من عين ورا دم عليك ولا بطل ساعة ورا دم، قطفنا من السماء رب ورا دم، يدش الراض ضيم القاع بيه. ويقول بالدارمي أتمنى أبوي يصير قبره مضيفة، ولو قصرت يندار وجهه على ضيفة. الله بعد ما داعي أكتب للدارمي والأبوذية. الله يحمي. ما تحس يعني أنه من متطلبات الشاعر أن يكتب للجمهور؟ والله هو إذا إذا صارت مناسبة، لا ربما مو يكون من الأساسيات الشاعر بس يكتبه. هو إذا صارت مناسبة إنه بحاجة أنا أكتبه أكتبه، بس ما دام ما أنا ما بحاجة إليه فأني مهتم بنصوصي. بعض الأقاويل الشعراء يوجد دارمي أفضل من القصيدة. هذا طبعا موضوع جدا خاطئ لسبب. الدارمي ناجح لذاته والقصيدة ناجحة لذاتها. اليوم انا اذا عندي كاميرتين كل كاميرا تاخذ صوره من جهه، هذا الكاميرا راح تاخذني من هاي الجهه وهذا الكاميرا راح تاخذ من هاي الجهه، فالدارمي يختزل الموضوع والقصيده تختزل الموضوع، فما اقدر افضل دارمي على قصيده. القصيده لها وضعيتها، لها الدارمي يختصر الموضوع هذا بالقصيده يختصرها بيتين. لا 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 ما مسير. اذا الدارمي فعلا يسوى قصيده فهاي مو قصيده اللي يسواها الدارمي. اي فكل من ناجح لذاته، مع جل احترامي لكتاب الدارمي وكتاب الأبوذية. خلينا ناخذ قصيدة حتى اليوم. أنا يوم أثرت عليك بالأسئلة. لا في دول قلبك سيدنا. خلي أستقل الوقت. أتراوالي طولك وانترز جفنك نوم، بس ليش ترجف والمطر مو بارد؟ عدنا ومرايات تصيح الله،
الله اي هذا حاجب لو هلال وشاهد، عرفنا على الوجنات من يا بستان، زين انت من يا جنة وهنا قاعد. الله على احترافه. تراوالي طولك تراوالي طولك وانترز جفنك نوم، بس ليش ترجف ليش ترجف والمطر مو بارد، ادنا ومراياتنا الصيح الله الله اي هذا حاجب لو هلال وشارد، عرفنا على الوجنات من يا بستان، زين انت من يا جنة وهنا قاعد، سولف لي من تمشي النوارس شو تقول الله شو تقول شو تقول، سولف لي من تمشي النوارس شو تقول شو تقول، من تضحك تحرك الماي الراكد، من تلتفت يندار ليلك على الناس، من ترمشي سكون يوقع واحد تتغطى بيمن، سولف لي من تمشي النوارس شو تقول، من تضحك تحرك الماي الراكد، من تلتفت يندار ليلك على الناس، من ترمشي يسكرون يسكرون يوقع واحد تتغطى بيمن، خاطر الما سواك الا ويحور العين، لا يابا يا عين يمكن الحور العين منك اخذ طين، تتغطى بيمن خاطر الما سواك الا ويحور العين، لا يابا يا عين يمكن الحور العين منك اخذ طين، عطشان وانت المايل براق الحب الله، عطشان عطشان وانت المايل براق الحب، خطارة كان بيا شفاف تعذب، فرض العشق بعد العشاء والمغرب، اتوضيت بيك ووجهت قلبي عليك، وشفت القمر شامع لخدك ساجد، دليني وين الما مغنيها الريح، الخصلة موسيقى شجر متواعد، شاور لثوبك وين ما ينقع شوف، قل الطفل من مات لعبه يعاند، قل الشمس مرات حيره على الباب، من يشتهي ناغيك دم الجامد، وهذا الدفل بمرايتك مو للذوق، جا غير اشوف الياغص ما صاعد، جا غير ابوقك حتى خدر الحيطان الله، جا غير ابوسك حتى خدر الحيطان، سكران خصرك والعطر دي زايد، بديتك من شفايفك لاخر اوف، تينك شهق من كان صوتك لابد، غنيت لك ريح بسفر ريح بسفر من فزيت، غنيت يا موسم ضحكت شرايد شرايد، وديت لك شوق البساتين، وطيح الضواك مراي التين، يا طيف يلعطشو لك مراد، هذا الدمع بخدودك شراد الله، انت وسمارك وين ماشين، بالعيد شيعت المراجيح وانا وضحكت نقوم ونطيح الله، بالعيد بالعيد شيعت المراجيح وانا وضحكت نقوم ونطيح، هاي الصور بعيونك الصيح، منك وجعنا ومو من الناس، ضم الشفايف خاف تنباس، انا اللي بكيت الشوف للطين، وانت انت وسمارك وين ماشيين، وسلامتك الله الله عليك سيدي. تقريبا هسه القصيده الثالثه، لغه اكو لغه عتاب مخفيه بالقصيده، اي هاي لها حقيقه؟ اي لها حقيقه. اها فعلا. ما تميل للعمود ولا التفعيله؟ انا اكتب اللونين لكن ميالان اكثر شيء العمودي. اها عاده يعني الاغلب الحديث الوسط يقول انه الشاعر من يكتب التفعيله يتهرب من الوزن او القافيه. لا بالعكس، هاي الرؤية هذه هما هي آراء تطرح، وكل إنسان عنده وجهة نظر، أنا ما أتهرب لا من قافية ولا أتهرب من قالب، أنا أكتب اللونين قلت لك، وأول قصيدة قرأتها مفتوح وذن القصائد عمود، بالعكس أنا وين ما يتواجد الشعر تلقاني متواجد. أه. بالعمود أو بالمفتوح. أنا ضد هاي النظرية طبعا. كما يقال من لم يتألم لم يتعلم. طبعا زمن البارودي أكو مشكلة ألمت قريبة من عنده؟ الحب مو ذنب. نعم الحب مو ذنب، الحب ابتسامة
تحتاجها وانت بقمة حزنك. الحب دمعة تلقيها وانت بقمة سعادتك. الحب مراية تعكس لك حياة مثالية اللي حاب تعيشها ويا الشريك. الحب شمعة تشعلها وتخلص قدامك من أجلك ومن أجل اللي تحبه. الله، شو وقت راح يكون الحب مشكلة؟ من أنا حبيتك فجأة وانطيتك كل الوقت، أنت فجأة صرت محور حياتي. إذا اليوم 24 ساعة أنا 12 ساعة أسولف وياك و12 ساعة أفكر بيها، شو راح أسولف وياك؟ الله، أنت صرت كل شيء فجأة قبل أن أصير أني لا شيء. أنا صرت كل شيء من وراك. أنا ما نويت أن أحب لو ما أنت حافنا على الحب. أنا ما كنت أعرف أسهر إذا مو أنت علمتني شلون أسهر. من أنهم الفجأة هنا الحب صار مشكلة. لو مهد لي بهمالك على مود أعرف شلون أموت، لأن الموت يريد تعويض. بعد ما كنت يومية أعيش على مودك، قمت يومية أموت من وراك. أنت بعد يمكن السبب ابتسامتي، صرت سبب لأسرع دمعة تنزل من عندي. بعد كل هاي الملامة، مو ذنبك أنت، ذنبي أنا. من حبيتك انطيتك كل شيء. المفروض اللي يحب يعتزل ولو 5%، يعزل حب نفسه حتى ما يلقى أحد يرجع لنفسه. نصيحة أخيرة، اللي يحب خلي يحب إيش قد ما يريد، لكن خلي يحب نفسه على مود ما يخسرها. الله، الله عليك، الله على هاي الديباجة، فدوى عمرك الرائعة. الله يخليك، أعتبرها قصيدة أنا، فدوى عمرك. قبل أن نأخذ فاصل خلينا نأخذ قصيدة. خيانهم من مشوا ما شافوا وش قصور شايلها بعيوني، داروا على مرايتي لي لو تراب ودمع، لو دايرين الوجه دخان يلقوني. خيعونهم من مشوا، من مشوا ما شافوا وش قصور شايلها بعيوني، داروا على مرايتي لي لو تراب ودمع، لو دايرين الوجه دخان يلقوني. قمت انكتب وانشطب واتمزق على النهر، لو عطشه وعلى الجرف ما ريد يقروني. احتاجهم للنفس ذول الغفو بالضلع، يجون مثل الدمع، مثل الدمع هم هو كل ما نزل تشتاق لجفوني. وزفيت حظ ما تمس للشان وبلا امس، قد ما عشت على الخصر كنت منفز الفجر صاحب ضوء على الشمس. الله، قد ما عشت على الخصر كنت منفز الفجر صاحب ضوء على الشمس. وقلوا لهم بالهوى وديتها وغمضت، غمضت لو يردون بحلم لو لا يشمون. قلوا لهم ما طحت انا الفراش الوقف من رجفة السنبلة، وانا الربيع لبست ورقاتها وفتحت الوردة كل ما تحب يخلص هواها عطر. وشريتهن عالدرب نظرات المدللة، قلوا لهم ينطفي كل ما قلايد تمر، الرقبة صحوة حلم بس نومت المشكلة. قلوا لهم ينطفي كل ما قلايد تمر، الرقبة صحوة حلم بس نومت المشكلة. يا الفاقدين السهر شت ناسة وتحملة، مو لي الهاي السما لفراقنا مكحلة، ومن الجرح للصبح نسماتهم قنطرة، ورموش نقلت بشي كل ساعة موت بكتر خطوات لو مقبرة. الله، رموش نقلت بشي، نقلت بشي، قلوا لهم ينطفي كل ما قلايب تمر، الرقبة صحوة حلم بس نومت المشكلة. يا الفاقدين السهر شت ناسة وتحمله، مو لي الهاي السما لفراقنا مكحلة، ومن الجرح للصبح نسماتهم قنطرة، ورموش نقلت بجي، نقلت بجي، كل ساعة موت بكتر
خطوات لو مقبرة وجروحهم تنسي اي تنسي بس كون ينسوني على الورقة ينشف حضن كل ما يرسمون ودليتهم بالصور قلت لهم هنا أفس كل ما يذكرون دليتهم بالصور قلت لهم هنا أفس كل ما يذكرون صوت اشتهيت انعشك لو ما مراود جرح جا صاروا عيوني صوت اشتهيت انعشك لو ما مراود جرح جا صاروا عيوني ويخلص نهار عطش والمغرب يلمدفو بشفايفي ندي واحكيهم لصفنتي بالروح مرة وضوء وشافونا متبدي قلوا لهم من مشوا طاحت عيون وبقوا ما طاحوا بخدي ولو شال قلوا لهم من مشوا طاحت عيون وبقوا ما طاحوا بخدي ولو شال عدهم عتب جيبوه ولموني الله لو شال عدهم عتق جيبوه ولموني وقلوا لهم ما نسى ما نسى شالية شي نسوني قلوا لهم ما نسى شالية شي نسوني الله سلامة روحك الله يا زمن البارود مشاهدين الكرام فاصل قصير وراجع لكم هلا بكم مشاهدينا الكرام رجعنا وياكم مع المبدع زمن البارود حياك الله مرة أخرى حبيبي سيدنا الله يحييك فدوة أنا اليوم أثقلت عليك بالأسئلة لا بالعكس أنا أخاف أثقلت عليك زمن البارود قاعد اليوم نشوف أسماء بداية تكون بقوة أي. توصل للنجومية يكتب القصائد أو المفردات اللي ما تليق وسرعان ما تشوفه أنه ينزل لنقطة الصفر اليوم زمن البارودي أكو راسم خطة لأعمال الشعرية بيش يفكر الآن زمن البارودي؟ والله سيد أنا أفكر بكل الطبقات في قصيدتي يعني في كل طبقات الجمهور أفكر فيها في قصيدتي يعني ما أكتب لي فئة معينة على مود لا الفئة الثانية تترك زمن البارودي أو ما تسمعها لازم أكسب الجمهور اللي يحبني وأقدر يعني أخليه موجود بقصيدتي ما أبعد عني هذه الخطط الراسمها من أكتب نص أخلي كل الفئات اللي تسمع النخبوي واللي تسمع القصيدة اللغة الوسطى. الإحساس اللغة الوسطى أخليها في نص واحد هذا رسمي لمستقبلي فإن شاء الله أقدر هي صعوبة بس إن شاء الله أقدر ألم الناس اللي تحبني في نص واحد إيش قد تميل للجمهور بهالكتابة يعني كنسبة والله سيد أنا أكتب إحساسي صدقني يعني من أنا أكتب إحساسي لكن أنا أشوف روحي قريب من إحساس الناس إحساس الجمهور 60% هذا النسبة اللي أنا أحس بها بعد الجمهور هو شريد يحس بالنسبة هذا هو خلينا ناخذ قصيدة فدوى القلبك سيدي خدمتك قصيدة انطلبت بالتعليقات كيفك تلتش أي فان واي قصائد فدوى القلبك فدوى القلبك سيدنا شرفنا أكيد والله وشي فرحني بعد أن قبضوا عليها بخاتم عرس قال لي أحدهم ألا يكفيك البكاء والأنين فقلت له مو بكيفك تلجهم غصبا عليك مو بكيفك تلجهم غصبا عليك أو تضحك بكيف الصور وعيونها شلون هل تلبد إذا فتنا على ريح من تنام بيان ذا يغطونها هي دورة حلقة لو دورة تراب هي دورة حلقة مو بكيفك تلجم غصبا عليك أو تضحك بكيف الصور وعيونها شلون هل تلبد إذا فتنا على ريح من تنام بيان ذا يغطونها هي دورة حلقة لو دورة تراب أنا أدري الروح من تخلص ضوى يدفنونها ترس ريتهم هوالله وما أخذوها إلا هاي النسمة يشتمون الله ترس ريتهم هوالله وما أخذوها إلا هاي النسمة يشتمون شايف شبيها منهد عين على باب لا تطيح أيام ويشوفونها وحار الدمعة تطيح على اليطيح
حارة حارة الدمعة لتطيح على اليطيح بيام شابب وجنتي يطفونها هي لو ما قايلة بملقانة ماي مشكلتنا لتعشق يحبونها تضحك هي لو ما قايلة بملقانة ماي مشكلتنا لتعشق يحبونها تضحك تضحك وأنزف الليل بمشتهاي ويصحى طيف النايم على جفونها أنا كنت مراد للما جاي نوم بكثر أنا كنت مراد كنت مراد للما جاي نوم بكثر ما صل السواد عيون وعيشة الدخان عن ناس التروح راحت ومو أنا قام الدم ينوح مو بنية من الجسم راحت لروح ماخذ على المقبرة بقد ما أموت وجاي يسألني الحياة شلون عيشة الدخان عن ناس التروح راحت ومو أنا قام الدم ينوح ماخذ على المقبرة بقد ما أموت وجاي يسألني الحياة شلونها أنا غير أشتمها يلا الدور أعيش القاع تستانس علي رفقونها والله يوجعني الفراغ اللي بالجفوف والله والله يوجعني الفراغ اللي بالجفوف القمرة لو مالية ما يردونها اي المفارق خذوك وما خذوك اي المفارق خذوك وما خذوك باكر مراياتك يبدونها باكر يطيح المطر خصلة لجان واشتهي شفايفها ويغشونها اللي يبتعد عن ديرته يسموه بعيد أدرى هاي الفرقة شي يسمونها من تحس نفسك بجيت وما قروك أولي اللي للناس يذبلونها هاي هي اللي يدعي للمي الثواب أجنازة تمشي بكيف اللي يزفونها أجنازة تمشي بكيف اللي يزفونها الله الله يا زمن البارودي على قصيدة فدوى القلب سيد الحبيب زمن البارودي انطرق سؤال أي. لو الآن أتيحت لك الفرصة بالمشاركة بالمسابقة مرة أخرى تشارك بالمسابقة؟ لا ما شارك بالمسابقة بأي مسابقة ما أشارك أنا يعني مو أنه صارت فتشيبها المسابقة لا أنا ناوي أنه هاي المسابقة المحطة الأخيرة بالنسبة للمسابقات أي مسابقة ما أشارك بعد يقال أنه زمن البارودي يطلب أموال بالمهرجانات أني؟ يمكن هذا التعليق بالبوست لا مستحيل قسم بالحسين يجوز اللي يسوون المهرجان صدق يشاهدون حلقات انا ما ارضى اجيب اسماء ولا اجيب محافظات اني اداين صدق انا يعني ما اشتغل وهذه يجوز البعض الاكثر اداين واروح المهرجان قسم بالحسين اغلب قصائد زمن البارود الجلسات مصوره لا بس جلسه واحده مصوره عندي شفت لك اغلب قصيده انه قاعده وجلسات مصوره بس جلسه واحده قناه مذكرات وهي اعتقد صاحبه فضل علي تحياتي لقناة مذكرات السماوة ولا تحياتي لحسن البرك الكادر قناة مذكرات فقط وصارت لي دعوة قبل 3 أسابيع من قناة مذكرات وأهم كان ظرف عندي واعتذرت بس جلسة واحدة هم غسلك الشعر؟ وشنو الضير؟ الشعر؟ أي بالنسبة للمادة وللناس؟ لا الشعر كسبنا هواي قضايا بس خسرنا قضية واحدة وهي؟ ما أقدر أقولها جمهورك متشوق انه يعرف جوانب اخرى للزمن البارودي تصدق ما اقدر اقولها يعني نبتعد يعني هذا السؤال لا يسبب لفت قضيه واضطر انهي الحلقه انا اشوف حتى ملامحك تغيرت خلينا ناخذ قصيده لكل شاعر رساله انا اسف لربما ذكرتك بشيء لربما ألمك هذا الشيء اعتذر جدا لكل شاعر رسالة اليوم زمن البارودي رسالته يحب يوجهها لمن بس إذا نقدر ناخذ فاصل أحبائي المشاهدين فاصل قصير وراجع لكم رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام مع المبدع زمن البارودي واعتذر جدا لا
مشكلة سيد هدى. ربما أنا ذكرتك ذكريات مؤلمة. خلينا ناخذ قصيدة لكل شاعر رسالة. فدوان عمرك. رسالة. آسف من الجمهور يعني شيء خاص جدا، القريبين كلش يعرفوه. ناخذ رسائل، هي مو رسالة، رسائل. نسمع. الرسالة الأولى، شو تريد الهوى اللي يشتمن شميته؟ وما ظل زلف عدهم ما اندليته. إذا صيت الورق يكبر بطار النار، ليش أكتب رسائل وأكبر بصيته؟ دورت بعشرتك نفس ما محروق، بس يلا إن حبهم كل ما نوريته. الرسالة الثانية، سولفوا للطيف كذبه وما صحيت، وقالوا التارس ضحكتك غيم خايف، غافلت روحي وشتلتك نشفت أيام ودمعت وما أجيت. ما أجيت يا أمراض المال هن رف بجفاك، أنا غنيت المشيتك غير ذب ماي وبراك. الحلوة بالصحراء منفز بلا يا باب بس شو أسوي، الحلوة بالصحراء منفز بلا يا باب بس شو أسوي، جيبي لي قنع دمعت اثنين بنفس التراب. الرسالة الثالثة، غنيت بشعرها ملوحة الطيف، بكثر ما خجلة تسمع رجفة الثوب، اش حلاتك من تفل الليل بالليل وتطف قلوب وتفق زيج القلوب. قلت لها الهوى بيناتنا يفوت انت بصوب، قالت والهوى بصوب. يا من فدوه خلوها انت بصوب، قالت والهوى بصوب. يا من فدوه خلوها ويا الاثار ذيك التجو من تقول هي نور. الرساله الاخيره، العله مو باللي يلبل ما حب ضواي، انا خليت على ماي وما دريت لطبعك هاغد ما يخلون على ماي. العله مو باللي مو باللي بل ما حب ضواي، انا خليت على ماي وما دريت لطبعك هاغد ما يخلون على ماي. انت والدنيا وحلاتك والدموع اش ما يجين العيد شامركم وراي، انت من قد انت والدنيا وحلاتك والدموع اش ما يجين العيد شامركم وراي، انت من قد ما طعنت بطيف خوف من تدق الباب يطلع لك قفاي. الله من تدق الباب يطلع لك قفاي. الله عليك سيدي. على هاي الطيبه والمحنه اش مالهم عافوك؟ ها؟ اش مالهم عافوك؟ لا هم مو عافوني. ليش عتاف فراق اغلب قصائدك؟ خاطبهم بلغه الفراق. يعني شو اسوي؟ يعني هواي ظروف سيد، كل انسان يوم تحيط به هواي ظروف، صدق قد الجمهور ما يدري، وقد يجوز الدمعه اليوم الشاعر يحاسب عليها. صدق في احد البرامج انا نزلت دمعتي يعني حوسبت على دمعتي، بس صدق انا عمري ما اتاجر بدمعتي صدق. يعني اكو كل انسان يوم تحيط به ظروف فعلا هذه الحمد لله والشكر على كل شيء، يترجم بقصائد وكنت ترجم بدمع. صدق. أنا اليوم تعبتك. أنا آسف من الجمهور إذا حدث شيء. صدق أنا اليوم تعبتك وعلمتك تعبك راح سيد. الله يخليك فدوى العمر. أشعر بالوقت. كل الشكر والامتنان لتواجدك. كلمة أخيرة لك والجمهور فدوى. كلمة أخيرة، شكرا لكل من نشر من محافظة النجف ومن باقي المحافظات، شكرا لكل من علق، شكرا لمن سأل، شكرا لضيافة البصرة، شكرا لسيد علي، شكرا لعباس جميل، شكرا للكادر جميل، شكرا لعلي نعيم الدراجي صديق الحبيب، تحياتنا للشاعر المبدع، شكرا لقناة الطليعة وبرنامج رسالة، اتمنى للديمومية والاستمرارية والابداع يا رب يا رب ان شاء الله، وشكرا لرفيق الدرب ورفيق النبض مصطفى الجصاص، اتمنى ما اثقلت عليكم، اسف جدا اذا حدث فتشي اذا اسات فتشي، واسف من الجمهور كنت خفيف الظل وثقيل شعرا. الله يخليك سيدي. كل التوفيق كل التوفيق كل يا حبيبي حضرتك مولاي تاج راسي. مشاهدينا الكرام شكرا لكم لحسن المتابعه والاصغاء، انتظرونا بحلقه جديده من برنامج رسائل، كونوا في امان الله.